نقطة فيما شاهدت هذه المباراة، لقطة مخيبة أو فضيحة في بلا عباس بعدما لم يجد اللاعب كول خير القميص البديل عندما تمزق قميصه الذي كان يشارك به، وهو اضطره للبقاء 10 دقائق بعيدا عن الميادين في هذه الحالة المزرية لطريقة إلصاق القميص، وهو ما رفضه الحكم كذلك الأمر بالنسبة لبن حسيني. هذه الصورة نشاهدها في عهد الاحتراف وفي 2020، ومثلما نشاهد حكم المباراة أصر على خروج اللاعب لتصحيح أو تسوية قميصه. إذن كانت هذه لقطة اليوم على وهما أساء كذلك أثار السياء المدرب عبد القادر يعيش للحالة التي يوجد عليها قميص لاعب كل خير. بون ما حبيتش ندير ان كومونتير لاسو باسكو سي ابيوسك سي ريغولو سي ان بي دير اون ايكيب دو بريمير ديفيزيون كي نو بو با سو بيرميت سي لا رياليتي الجيريان دافوار دي دوبل دو مايو افيك ان فلوكاج كونفينابل. هذه هي اليوم عشنا 10 دقائق رهيبه، دونك هذا نقطه ايجابيه، والعتاد هذا هو العتاد تاعنا. دوك انت تعرف شكون المسؤوليه، المسؤوليه اداره، هذه ما فيهاش تساؤلات اخرى، ولكن هذه راح تمكننا باش نحسنوا الامور باذن الله في المستقبل.